محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باسم مكتب التربية العربي لدول الخليج وباسم معالي المدير العام للمكتب الدكتور علي بن عبد الخالق القرني، أرحب بكم أجمل ترحيب، ويسعدنا في هذا اليوم أيضا أن نلتقي مرة أخرى ضمن سلسلة العمل الويبينارات التي يقيمها مكتب التربية العربي لدول الخليج دعما للأنظمة التعليمية ودعما للعمل التربوي في ليس في دول الخليج وحسب، ولكن في الوطن العربي قاطبة. واليوم الحقيقة نحن فعاليتنا تختلف قليلا عن الفعاليات السابقة، باعتبار أن فعاليتنا اليوم فعالية عملية تتعلق بالمعلم مباشرة وبقضايا تهم المعلم مباشرة. الفعاليات السابقة كانت تتحدث على موضوع السياسات، موضوع التطبيقات، موضوع البدائل، خيارات التعليم. اليوم أصبحنا نتحدث أكثر عمق وأكثر أيضا يعني توجيها نحو المعلم وقضايا المعلم. وحتى لا أطيل، يسعدني أيضا أن يكون معنا اليوم واحد من ممن يقومون بدور كبير في المنطقة العربية، وهو الدكتور إدريس حجازي من مكتب اليونسكو الإقليمي في بيروت. والحقيقة الدكتور حجازي واحد ممن عملوا خلال أكثر من 40 عام في قضايا التعليم والعمل التربوي المشترك وكل قضايا العملية التربوية التعليمية، ابتداء من تدريب المعلمين حتى محو الأمية، حتى رياض الأطفال، السياسات التربوية التعليمية، قضايا العمل المشترك العربي، قضايا الموائمة والملائمة، قضايا التعليم إثناء الأزمات، له خبرة واسعة في هذا المجال. وأيضا عندنا أيضا واحد من الخبراء الجيدين والمتميزين في مجال عمله. حتى لا أطيل، سوف أولا أرحب بكم جميعا، وأكد تماما على أنه للجميع الزملاء والزميلات من كل أقطار الوطن العربي على أنه نرحب بهم دائما في كل فعاليتنا، ونتمنى أيضا يزودونا بتغذية راجعة حتى نتمكن من يعني تحسين أدائنا، حتى نتمكن أيضا من تجنب أي سلبيات يرونها وتعزيز أيضا الإيجابيات التي يعتقدون أنها لدينا. وفي نفس الوقت أؤكد على أن هناك شهادات ستصدر لكل المشاركين والمشاركات في هذه الندوة، شريطة الحصول الحضور لأكثر من 60% من الفعالية. وفي نفس الوقت أيضا أن يكون هناك أن يملوا اسم التقييم التي ستصلهم مباشرة إلى إيميلاتهم. شكرا جزيلا دكتور حجازي، المجال متروك لك لإدارة هذه الندوة. شكرا جزيلا. شكرا دكتور عبد السلام. أولا بعد الترحيب بالمشاركين، وبعد أريد أن أثني على ترشيح مكتب التربية العربي دول الخليج لي شخصيا لرئاسة هذه الجلسة، وأشكرهم كذلك لاقتراح هذا الموضوع الهام في هذا الوقت المناسب جدا في الذي يعيشه المعلم العربي. وأريد أن أهنئ المملكة العربية السعودية، الأشقاء في المملكة، باليوم الوطني الذي صادف الأربعاء الماضي. التعلم عن بعد، آفاقه ومشكلاته، وما هو دور المعلم الجديد، وما هي الفرص التي يمكن أن يعطيها هذا التعلم عن بعد. نحن نعرف جميعا كمعلمين أن هذا المسار، مسار التعلم عن بعد اللي هو القديم الجديد، يعطي فرص ويعطي مرونة ويعطي فاعلية ويعطي ابتكار للمعلم وللمتعلم. فهناك تغير في دور المعلم، هناك المعلم لم يكن أو سوف لا يكون في المستقبل دور تلقيني، ولكن دوره سوف يتغير إلى دور تقني، دور تعليمي، ودور تصميمي، ودور إشرافي. إن التعلم عن بعد هو ما كنا نطالب به منذ فترة ليست بالبعيدة، والآن هذه الجائحة رب ضارة نافعة أعطتنا هذه الفرصة الجيدة لكي نحن كمعلمون أن نبدع، أن نبتكر من تطبيقات مختلفة مكنتنا منها هذه التقنية. لن أطيل كثيرا في التقديم، لعلي أقدم لكم مبدع من المملكة العربية السعودية في هذا المجال لكي يحدثنا عن تطبيقات في مجال التعلم عن بعد
والتي أظهرت دراسة قام بها مؤخراً مكتب اليونسكو أن هذا هو التحدي أمام المعلمين. قد يكون متوفر لدينا بعض الأجهزة بين أيدينا كمعلمين، ولكن التحدي في كيفية استخدام هذه التطبيقات التي سوف يحدثنا عنها الدكتور عبد الرحمن الليسي، التي نفتقدها جميعاً أو معظمنا. هذا اليوم يوم تطبيقي، يوم عملي كما ذكر الدكتور عبد السلام، ومن الآن وصاعداً اتفقنا أن تكون الندوات القادمة تطبيقية. لقد بذلنا الكثير من الجهد لتأسيس التعلم عن بعد في الأشهر الماضية، الحلفاء في المنطقة العربية تعاوننا وتكلمنا كثيراً في هذا المجال. أقدم الدكتور عبد الرحمن ليلي، هو الآن مدير المركز الوطني للأبحاث والموهبة والإبداع. هو حاصل على دكتوراه من جامعة أكسفورد، أستاذ مشارك بجامعة الملك فيصل، مدير المركز الوطني لأبحاث الموهبة والإبداع، وهو رئيس تحرير مجلة سكوبس، مستشار للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني بوزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، وله أعمال مترجمة لأربعة لغات. أسس أربع نظريات ما شاء الله عليه ومفهومين، ومؤلف من أكثر مبيعاً في أمازون، نشر 23 ورقة علمية. هذا الجهبز في منطقتنا العربية نفتخر به، وإن شاء الله سوف يكون معنا لمدة 40 دقيقة أو أكثر في ليحدثنا عن تطبيقات وتيسيرات ليستخدمها المعلم ليكون معلماً فريداً. The floor is open for you عبد الرحمن، تفضل. هلا دكتور. تفضل. طيب الصوت واضح طول العمر؟ واضح. تفضل دكتور. والشاشة واضحة؟ واضحة الشاشة. طيب، من أكبر المشاكل اللي تواجهنا الآن في العالم العربي وحتى خارج العالم العربي أن الناس كلها أصبحت مدربين، خاصة الآن مع مشاكل جائحة كورونا أن صار الناس كلها تدرب. فلذلك أنا كنت أبحث دائما، أكيد أن في سبب معين يخليك مدرب مميز عن غيرك. فيبدو أن من الأسباب اللي اكتشفتها أنك تكون واحد عملي، أن الواحد لما يطلع من ورشة العمل تعلم 1، 2، 3، 4، 5. ففي الورشة هذه تتعلمون معي 8 أشياء. الثمان أشياء هذه تعلمونها كل 5 دقائق، تعلمون شيء جديد وأشياء عملية أن تحسها ملموسة، فكلها تساهم في أنك تكون معلم فريد. كل البرامج هذه الثمانية ما تحتاج أنك تحضر دورة تدريبية عشان تتعلمها، كلها سهلة. فالآن يقولون أن أفضل معمل حاسب آلي المعمل اللي ما فيه حاسب آلي، لأنه سهلة. الآن ما حد علمك الواتساب، أنت علمته بنفسه. وكل المنوال الآن، كل برامج القرن 21 تمشي نفس المنوال، أنك ما تحتاج برامج تدريبية. أنك فالآن واحد ممكن يصمم، ممكن يعمل تقريبا كل شيء على الكمبيوتر بدون ما يحتاج أنه يحضر دورة تدريبية، لأنه التعلم في 5 دقائق تتعلمه. ليه قبل أبدأ في البرامج، ليه نحتاج أن يكون معلمين، ليه أنت تحتاج أن تكون معلم فريد؟ لأنه الآن من مزايا وسلبيات القرن 21 أنه مجال تنافسي. ففعلا حتى أنك تعيش، حتى أنك تتميز، يحتاج أنك تدخل في جو التنافس. وحنا بادين شوية ندخل فيه في العالم العربي، يعني لعل مثلا أوروبا لهم فترة في المجال هذا، خاصة بعض الدول الأوروبية لهم مجال باع طويل جدا. الآن كونك أنك يعني تخبرون أول مثلا عندنا في السعودية، إذا كنت يعني عندك شهادة متوسط ما شاء الله عليك، الآن بعدين ثانوي، بعدين جامعة، الآن حتى الدكتوراه، الآن في شيء يسمونه بوست دوك ما بعد الدكتوراه. فصار الوضع جدا صعب. زميلتي متخرجة من جامعة أكسفورد، يعني وفقاً مثلا تايمز هاير إدوكيشن، هي السنة الماضية أظن كانت الرقم 1 على مستوى العالم، فهي ماخذة الدكتوراه من الجامعة هذه وجلست 5 سنوات بدون وظيفة. فهذا معيار، بس معيار تنافسية. طيب بسم الله على وقت الله، نبدأ بالبرنامج الأول. البرنامج الأول اللي هو هذا البرنامج، حنا نلاحظ الآن أن دائما الواحد يشوف مثل التصميم هذه، والتصميم هذه يحس أن الواحد يا الله اللي سوى هذه الجبارين، والله اللي سوى هذا ما شاء الله تبارك الله. هذا كلام صحيح في الماضي، لكن في القرن 21 هذا ممكن أي واحد يسويها. لذلك هذا مفهوم من فهم التربوية أو حتى من فهم الحاسوبية، أن الناس يسمونهم user friendly
او البرامج اللي طيبه مع المستخدم، انك اي شيء قاعد ممكن تعمله. لذلك مثلا الشكل هذا الواحد ممكن يعتقد انه صعب جدا، هو سهل. كل اللي عليك انك في خيارات كثيره، مثل ما يقول شبيك لبيك، خيارات بين يديك، اشكال مختلفه، تختار الشكل، تحمله على شكل وورد، على شكل انت، ثم تحرر المضمون اللي فيه، الاماكن، ممكن تضيف اي شيء، تحذف شيء على كيفك، بعدين تحفظه بي دي اف، ترى انجزته وصار شكل احترافي. مع العلم ان مهاراتك التقنيه ممكن تكون صفر، لكن المخرج بالنهايه، هذا من ابرز نظريات الاداره، العبره بالخواتيم، العبره بالمنتج. لذلك طالما ان المنتج مبهر، ما يهمني انك تعرف كمبيوتر ولا ما تعرف كمبيوتر. طيب البرنامج الان اللي يخدم هذا شيء يسمونه برنامج هذا البرنامج، مو برنامج حتى موقع. فلو تضغط على الموقع هذا، انا في الاخوان ارسل لكم البي دي اف، كل الصور لما تضغط عليها تفتح معك الموقع. فلما تضغط على الرابط هنا او هنا حيفتح معك البرنامج هذا. لاحظ كم هائل من الصور، هذه صورة، هذه إعلان، هذه صورة، إعلان، صورة، ثم ممكن تضغط على التالي. هو يعطيك أكثر من خيار. إذا كنت تبي رسومات فيها نوع من المعالجة، لاحظ أنها معالجة، فتضغط هنا. إذا كنت مثلا عندك رسومات لها علاقات بين بعض البعض، تضغط هنا. إذا كانت عندك قائمة، تضغط هنا. إذا كانت أشياء تربوية، تضغط هنا. إذا كانت دائرة، حلقة دائرية، تضغط هنا. وفي كم هائل من الرسومات. فلاحظ مثلا الحين أنت مثلا عجبتك هذه، فودك أنك تقول والله هذه أنا بحطها، إما عندك درس معين تبي تقدمه، أو عندك مثلا مدير المدرسة طلب منك مشروع معين تبي تعمل له تحليل معين. باختصار أنت بتبهر، فتضغط عليه. الآن ما في شيء، يعني بس أقول لكم أن القضية ما تتطلب مهارة. إذا كنت بس لطالما أنك تناظر أن عندك فارة، تضغط في السليم. ثم في هنا تحميل، فتضغط على التحميل. بعدها الدكتور حجازي تشوف الصورة؟ أنا شايف الصورة. أي ممتاز، فتضغط عليها. بعد ما تضغط عليها حيحمل معك باوربوينت بالشكل هذا. فلاحظ أن الباوربوينت اللي قبل شويه او سوري الصوره موجوده قدامك، فممكن انك تحذف فيها وتضيف اللي تبي. مثلا تبي تخلي هنا مثلا تربيه، فبس توسطها، ثم ممكن تغير الخط اللي حبيت، ممكن تحط اي خط تبي، تحدد الصوره، تحدد النص، ثم تختار الشكل اللي تبي، ثم تبدا تحدد كل شيء، مثلا التعليم، تبدأ تضيف أي أيقونة تبيها. ممكن أنك إذا حبيت أن هذا حسيت أنه نازل، ممكن تطلع فوق. فباختصار أي شكل قدامك مثلا ما عجبتك الصورة، ممكن تشيلها وكانها. الموقع الثاني هو موقع غير حياتي، من ناحية أن الآن أي تقرير أعمله، أي منجز أعمله، لما أعطيه لأولياء الأمور، لما أعطيه لطلابي، لما أعطيه مدير المدرسة، ينبهر ويظنون ان ما شاء الله على عبد الرحمن جبار في الاخراج. والله مو جبار ولا شيء، هو سر عمله كله شيء يسمونه موقع كانفا. كانفا هذا لما تضغط عليه على الصوره هنا حيفتح معك الموقع هذا. موقع كانفا على العموم، بعض الناس يقول والله يا دكتور انت قاعد تتكلم على مواقع باللغه الانجليزيه، انا ما عندي لغه. ما يحتاج لغة، كل الكلمات معروفة. الكلمات قبل شوية أنت تحتاج كلمة واحدة اسمها داونلود، وكلنا يعرف داونلود. الآن حنا في الموقع الماضي ما تعاملنا إلا مع كلمة داونلود، وفي اللي فوق الخيارات الأساسية هذه حتى الآن في جوجل، في تطبيق جوجل، بس تحطها على الكلمة بالإنجليزي ويطلع لك على الشاشة ترجمتها بالعربي على طول، يعكسها لك بالعربي، تصير نفس الصورة لكن يقلبها لك بالعربي. فما في سبب أنك تقول ما تجرب هذه. هو السبب الوحيد اللي تحتاجه انك تفتح عيونك، من ناحيه انك تبحث عن الخيارات. القرن 21 مره ثانيه، ان مليان خيار، الخيارات، الحياه بشكل عام مليان خيارات. كل اللي تحتاجه منك شيء واحد. في واحد اسمه دكتور كنزي، دكتور كنزي يقول الحياه مليانه بالتعدديه، وحتى تستمتع بالتعدديه هذه، لانه يقول هو باختصار ان كل شيء في الحياه مختلف عن كل شيء في الحياه. هذا معناها ان التعدديه
الخيارات المتعددة هذا حقيقة ما نقدر ننكرها. حتى تستمتع بالتعددية هذه بالخيارات المتاحة تحتاج شيء واحد فقط اللي هو أنك تفتح عيونك. وهذه مهمة صعبة على الناس أنها تفتح عيونها. الناس تحب أنها تغمض عيونها، وهذه الإشكالية، لأن جمال الحياة في استكشافها والجمال الكمبيوتر في استكشافها. اترك البرامج المعتادة، لا، فحاول أنك تكتشف في الكمبيوتر مثل البرامج اللي عطيتها حضراتكم الآن. البرنامج الثاني كانفا، هذا الموقع. نرجع مرة ثانية فكرة القوالب. إذا كنت مثلا عندك العرض البوربوينت اللي أنا عملته لكم، هذا من القوالب الموجودة هنا. إذا كنت بتعمل تصميم بدون ما تروح تدفع 500 ريال على تصميم، هذه كلها قوالب هنا. أي تصميم تبي اختاره ثم حدر المضمون. هذه عندك إذا كنت بتعمل عرض بوربوينت مليان قوالب، مو بس صفحة واحدة. هي البوربوينت يعطيك 10 صفحات في القالب الواحد، كل صفحة تختلف عن الثانية. يعني هو نفس الثيم أو نفس ستايل، لكن تصميم الداخل يختلف. أنت اختار، بنوريكم بعد شوية كيف تعملها. وعندك تبي مثلا إنستغرام، للإنستغرام موجود، تبي البوسترات موجودة، تبي خرائط ذهنية موجودة، تبي ملفات PDF ملفات A4 موجودة، إنفوغرافيكس موجودة. فأنت الآن مثلا تبي تختار أي واحد من أشكال الإنفوغرافيكس. مثلا ندخل على الإنفوغرافيكس، نرجع مرة ثانية، شبيك للبيك، خيارات كلها قدامك متاحة. كل اللي تحتاجه واحد، أنك تستمتع بجمال أنك تختار أي قالب تحتاجه، أي قالب تحس أنه مناسب لك. فأنت مثلا تبي تصمم أشياء حق مثلا المدرسة، فتضغط على الخيار هذا، مثلا اخترنا واحد، كل اللي موجود حتى ما في بالانجليزي. يعني هذا معناها تحميل، هذا معناها اذا كنت تبي صور، هذه تبي تضيف صوره فيديو، هذه حتى ما تحتاجها. انت الان مثلا عندك القالب هذا، بس عشان كبره شوي عشان تشوفون هذا القالب، تحط هنا اسم مدرستك مثلا ان حبيت، مثلا مدرسة الأنجان. إذا ما عجبك الخط تحدده، ثم تروح هنا، أكيد هذا معناها أكيد أنها خطوط، فتضغط عليها تشوف الخط المناسب لك. ممكن تحط الخط هذا إن حبيت، تحط خط ثاني، وكلها هنا مثلا اسمك إن حبيت، هنا تحط مثلا أي شيء تبي تغير الصور ممكن تغيرها. بنهاية المطاف يكون عندك تصميم ولا أحلى. كل اللي تحتاجه فقط أن يكون عندك المضمون وتفرغه في القالب هذا. فأنت الآن ممكن أنك من خلال، إذا فعلا استخدمت البرنامج السهل هذا اللي ما تحتاج تتعلمه أصلا، لأنه ما أظن يعني سهل مرة، أنت بتغير مسار حياتك في تقديم أعمالك للآخرين، وتخبر أن الآن جزء. نرجع مرة ثانية، القرن 21 من أهم المهارات اللي يحتاجها مواطن القرن 21 كيف أنه يسوق نفسه للآخرين. فلذلك من خلال الموقع هذا أنت ممكن أنك تسوق نفسك بشكل قالب جميل. إذا كنت مثلا السيرة الذاتية، كل السيرة الذاتية مثل ما يقولون بالعامية تحوم الكبد. ليه أنت تحط نفسك في محل أنك تقدم سيرة ذاتية مقدمة بشكل هزيل؟ عندك مثلا هنا قوالب، مليان قوالب كلها سيرة ذاتية، هذه هي. اختر القالب فقط اللي اختر القالب، ثم اختر أي قالب من القوالب هذه كلها، ثم لما تضغط عليها غير البيانات فقط. غير البيانات، غير، حط اسمك هنا، سوري، حط اسمك هنا، حط بياناتك كلها كذا، ثم نحفظها وانتهينا. فهذا البرنامج الثاني، 5 دقائق الثانية انتهت، برنامجين تعلمناهم. ثم بعد كذا البرنامج الثالث Prezi، هذا هو النسخة الأحدث من الباوربوينت، لكن هو يعتمد على خاصية واحدة فقط. الكثير من العروضات احيانا لما اعملها باستخدام البرنامج هذا، اول سؤال يجيني من الجمهور، ايش البرنامج اللي استخدمته؟ برنامج سهل مجاني، ما تحتاج انك حتى تحمل اي شيء، على الموقع تشتغل. البرزي فكرته يعتمد على فكره التقريب والتبعيد. التقريب والتبعيد، هذا الموقع برزي، فكره التقريب والتبعيد. اذا كنت مثلا تدرس تاريخ، احياء، كيمياء، تبي تقرب على اشياء معينه، مثلا درس تاريخ، فبتحط مثلا تصور مثلا خط كذا في تواريخ، وكل تاريخ تحته صور بيانات الأشياء هذه. هو أنت عادة في البرنامج تشتغل على شريحة واحدة فقط،
وتحط فيها كل شيء. فلاحظ الآن معي في الصوت هنا، أنا بس أوريكم على السريع، لاحظ هنا أن هذه اللي قدامكم الآن هي شريحة واحدة فقط لكن مليانة بيانات. كمثال بتلاحظ أن في الطيارة فيها بيانات، حنا بنقرب عليها بعد شوية، في هنا في بيانات، خلنا نشوف في الطيارة فيها بيانات، لاحظ قرب زيادة، قرب زيادة، طلع مرة ثانية، هو كله في الشريحة الواحدة الآن. لاحظ الطيارة قرب زيادة، فلاحظ أن كله يعتمد على التقريب والتبعيد. في قوالب كثيرة مليان، نرجع مرة ثانية، كلها قوالب جاهزة، أنت فقط تختار القالب اللي يناسبك من هنا. فهذا كل سر البرنامج، اسمه Prezi، وهو الصرخة الحديثة، لأن الباوربوينت خلاص يعني مثل ما يقولون حق الطيبين انتهينا يعني، الآن من يستخدم الباوربوينت؟ فالآن في مثل ما قلت لكم ممكن تستخدم الكانفا يعطي قالب جاهزة، والآن أو Prezi مثلا، فهذا البرنامج الثاني، برنامج جدا سهل التعامل معه، بس تحتاج أنك تبذل 10 ربع ساعة، والآن يعني البرامج التدريبية في البرنامج هذا مليان، أو في اليوتيوب كفيديو. حلو، ننتقل للبرنامج اللي بعده، باقي لنا دقيقة لكن خلصنا بكرة. البرنامج اللي بعده دودل. الآن نرجع مرة ثانية، أنت كمعلم تحتاج أنك تكون مميز، فأنت مثلا تبي تنسق مثلا موعد مع أولياء الأمور، عندك مثلا تدرس مثلا 150 طالب، أو عندك مثلاً مرتبط ب 150 ولي أمر، كيف أنك ترتب معهم اجتماع؟ شبه يعني مستحيل أنك تتفقون على اجتماع واحد. دودل يتغلب لك على الإشكالية هذه. دودل ميزته أنه لما إذا كان عندك اجتماع سهل جداً، فقط أنك تنشئ الاجتماع، تختار المناسبة مثلاً اجتماع أولياء الأمور، اجتماع أولياء الأمور لمادة الرياضيات، ثم إن حبيت تحط المكان اللوكيشن أو إنك تحط أي ملاحظة، ثم تقول له يعني لوكيشن، كل الناس تعرف لوكيشن الآن، ما في أحد الآن. هذا الآن يجي الدور عندك، فقط يقول لك اختار الخيارات المتاحة اللي تبي تعرضها على للناس. مثلا انت بتقول لهم والله اي مثلا اليوم يوم الأحد من الساعة 7 الى الساعة 8 متاح، مثلا من الساعة 10 الى الساعة 12 متاح، فانتوا اختاروا الأوقات اللي يناسبكم. مثلا الآن احنا نقول ان مثلا هذا الوقت يناسبني، هذا تختار الأوقات الاجتماعات، هذا اجتماع مثلا بيكون هنا، ممكن يكون اجتماع مثلا هنا، هذا اجتماع مقترح ثاني، ثم اقتراح مجتمع، اجتماع ثالث هنا، اجتماع رابع هنا، فتقول له continue. بعد كذا تقول له خلاص finish. الآن أرسل لأولياء الأمور كلهم رابط، أو أنك تعطيهم الرابط، تنسخ الرابط تعطيهم إياه، ثم تكتب هنا أولياء الأمور، بيطلع لهم الشكل هذا فقط. لاحظ أعطاهم التواريخ اللي أنت حددتها، حتى من 8 إلى 9، هذا الموعد الثاني، موعد الثالث، موعد الرابع، ممكن 5 6 7 8، وتقول لهم اختاروا اللي يناسبكم. فأنت أولي الأمور مثلا بيكتب اسمه مثلا خالد، خالد يقول أنا مثلا يناسبني الوقت هذا ويناسبني الوقت هذا، قال له بعدين إرسال، قال له خلاص الله يعطيك العافية ممتاز وصل تصويتك. الآن لاحظ هنا أن سجل مشارك اسمه خالد الوقت الفلاني والوقت الفلاني. أنت ممكن أنك تضيف واحد ثاني، مثلا خلينا نقول صالح قال لا والله يناسبني الوقت الفلاني والوقت الفلاني، هذا وهذا الوقت،
فقال إرسال. بعد كذا دخلت سارة. سارة اختارت الوقت هذا والوقت هذا، بعدين إرسال. لاحظ الآن ممكن يدخلون آلاف، فهو يحسب لك الوقت المتفقين عليه أغلبية الناس. فلاحظ الآن إيش يقول لك؟ إيش أغلبية الناس؟ هذا اللي أغلب الناس اللي حطوا رقم هنا وهنا وهنا اللي هم ثلاثة. فخلاص بيقول أن الاجتماع بيكون 28 سبتمبر من الساعة 11 للساعة 12. فأنت الآن عملت بشكل تصويت الموعد الأنسب للأغلبية. تخيل أنك بترتبها بالواتساب أو بالإيميل، مصيبة. فأنت الآن تبينها كمدير مدرسة مثلا أو كمعلم مادة أنك واحد مرتب، فهذا بتسلسل جميل جدا. البرنامج هذا متاح، لكن أنا الآن ساعدتكم نرجع قضية تفتح عيونك، أنك تفتحون عيونكم زيادة أنكم تناظرون البرنامج هذا مثلا وغيره من البرامج. طيب الآن ننتقل للبرنامج الثاني، Pull Everywhere. هذا برنامج لما في التصويت الجماهيري، أن أحيانا مثلا خاصة مع الطلبة، متى بتحرج الطالب؟ عندك مثلا 30 طالب قدامك، أنت متى بتحرج الطالب؟ فهمت ولا ما فهمت؟ فممكن تخليهم يصوتون من خلال جوالاتهم أنهم فهموا ولا ما فهموا، لأن ما بي متى مثلا طالب يقول لك والله أنا ما فهمت دكتور أو يا أستاذ، فيحرج الطالب. إن بعضهم مثل ما يقولون يسلك لك يمشي لك، لكن هو مو مقتنع بال مو فاهم المادة، لكن هو ما بي خايف أو مستحي. أو أنك مثلا عندك قرار معين تبي تتخذه بين أولياء الأمور، نرجع مرة ثانية، تبي تصويت من أولياء الأمور، أو أنك مثلا عندك منافسة أو مسابقة على مستوى الطلبة. حنا الآن بنستخدم البرنامج هذا كلعبة، هو كل المطلوب منك أنك البرنامج هذا خلنا أول شيء نستخدمه كتطبيق أو كنطبق عليه، ثم نرجع مرة ثانية. اللي أبي من حضراتكم الآن أنكم تدخلون على أنا برسل لكم رابط الآن في الجروب، وهي لعبة بسيطة نلعبها مع بعض. أبيك تحدد أيهما أذكى، أبوك أو أمك. أنا برسل لكم إياه في المحادثة الآن. ثواني. بس نحتاج الإخوان في الاي تي فزعتهم. دكتور من خلال أيقونة الشات تحت. أيوة اللي الشات ممتاز. بعدين خلاص ألصق الرابط وأول بارتسبنت أول بانل. طيب أنا مش فاتح لي المجال هذا، بس دقيقة. الشات ممتاز. يا سلام عليك، أحسن طلعت معي. أيوة. طيب أنا أرسلته على الخاص، بس أرسله على all attendant. أوكي الثاني all panelist all attendants. طيب دكتور انا ارسلت لك اياه استاذ ابراهيم، ممكن ترسله على الجروب، بس في اشكاليه عندي. طيب طلعت ورا، ممتاز. طيب اوكي ممتاز، ارسلت لحضراتكم الان كلكم. حاول انك تدخل على الرابط هذا واختار هل ابوك اذكى ولا امك اذكى. لاحظ الآن هنا تصويت فوري الآن، قاعدين الشباب الحضور والشابات
قاعدين يختارون بشكل فوري الآن، ولاحظ أن الإحصائيات قاعدة تتحدث باستمرار بشكل فوري، فممكنك تستخدم البروجيكتور وانت عرض ممكن يشوفون الناس الإحصائيات فورا، فلاحظ أنه يزيد. إذا واحد الآن واضح أن الناس قاعدة تزيد، تحط هنا وتحط هنا وقاعد يزيد يتفاعل معهم بشكل مستمر. كانت في محاضرة عندي فيها تقريبا قرابة 700 واحد في مسرح لازم أقدم لهم محاضرة، وكانوا اللي قدموا للناس هذه لي 7 و8، فكل أنا كان رقمي 5، فكان كل واحد يقدم الناس ما هي معطته وجهها أصلا مثل ما يقولون، ولا منتبهت لو الناس تسولف مع بعض، وكل مقدم يعني مرة منزعج ومرة مكتهر من عدم انتباه الجمهور، وليه الناس تسولف مع بعضهم البعض. فيوم بدأت محاضرتي استخدمت البرنامج هذا، مجموعة من الأسئلة كان عن اختبار الذكاء، فكانت مجموعة من الأسئلة جاوب عليها الناس فورا، كل الناس ساكتة ليه؟ كانت مركزة في الإحصائيات. فالآن لاحظ هنا أيهما أذكى، أبوك ولا أمك؟ الآن وفق الإحصائيات الآباء أذكى من الأمهات، لكن إلى الآن ما في استقرار. لاحظ أن بعضهم يصوت، ممكن تتراجع إذا سويتها كلير، ممكن تشيل الجواب وتصوت مرة ثانية. فلاحظ أن الآن الناس مترددة، يعني شوية الأم يبدو الناس بدأت تتعاطف معها الآن فرجعت تتحكم فيها، شوية زاد الأب الآن صارت 50-50، بعدين الآن نزلت الأم. ها باقي دقيقة عشان ننتقل برنامج ثاني، خلينا نشوف على كيف تستقر الأمور. الآن يبدو أن الأم نزلت بدأت تنزل والأباء تزيد. خلاص نقفل التصويت 50-50. فلاحظ الآن بدأت الناس تتفاعل معك. فالبرنامج هذا لما تستخدمه في أي اجتماع، في أي درس، في أي مناسبة، الناس فعلا تتحمس معك، أو أي لجنة أنت تشرف عليها، فممكن يكون التصويت بالشكل هذا. أوكي ممتاز، يبدو أن الآباء خلاص هم أذكى شوية. آخر كلام؟ طيب أوكي نقفل التصويت على كذا أنه يصير أوكي خلاص نقفله، نقفل عليكم كلكم، نخليها نشيل الأكتيفيت فتقفل الآن فيثبت. فالآن يعني شوية الآباء أذكى. نرجع مرة ثانية للمحاضرة. فهذا البول أفريوير، البول أفريوير سهل جدا، المطلوب منك فقط أنك تروح هنا هذا الموقع ثم تنشئ نفس الشيء كله كرييت. كرييت لازم تحفظ الكلمة هذه في كل مكان، كرييت أنك تنشئ شيء جديد. كرييت تختار العنوان، العنوان اللي تبيه بالعربي أو بالإنجليزي، الخيارات المتاحة، ثم وتحط اللي تبي. إذا كنت هل هو تصويت بشكل هذا، هل هو مثلا يعني أي نوع من أنواع التصويتات اللي تحبها، ثم تقول له add إذا كنت بتضيف خيار جديد، ثم بعد كذا create. فهو الآن أنشأ لك التصويت هذا، في رابط، هذا الرابط ترسله للناس وخلاص يبدو الناس تصوت. هذا سهولة البرنامج كله، فالبرنامج سهل لا يحتاج دورة تدريبية ولا شيء. طيب الآن انتهى وقت البرنامج اللي بعده، ننتقل للبرنامج الآخر. البرنامج الآخر اسمه أيوة. أيوة هذا حق الناس الكول، الناس اللي تبي فعلا تكون مبهرة. مرات دخلت اجتماع، فدخلت اجتماع كانت عندي الأفكار، هو الاجتماع كان توريد الأفكار لموضوع معين، مع موضوع ما. فقبل الاجتماع بخمس دقائق فتحت البرنامج هذا، فرغت الأفكار اللي عندي، كانت موجودة أريد الأفكار بس تفريغها، ففرغتها في البرنامج هذا. دخلت الاجتماع وريتهم العمل، الناس مبهورة لدرجة أن المسؤول في الاجتماع طلب مني أقدم برنامج تدريبي في الموضوع هذا، مع العلم أنه ما يستاهل موضوع برنامج تدريبي، وكانت الدورة تكلفتها قرابة 3000 ريال. فلاحظ أن الآن هذه فتحت لي فرصة كسب رزق مثل ما يقولون، مع العلم أن البرنامج سهل جدا. لكن نرجع مرة ثانية، كل اللي تحتاج أنك تفتح عيونك تشوف الخيارات المتاحة. ميزة الكمبيوتر أنه ما يتفجر، يعني سوي اللي تبي ما يتفجر، معناها أنك ممكن أنك تكتشف أي شيء في أسوأ الظروف، سوي له فورمات. فمعناها أن الكمبيوتر جنة من الخيارات اللي أنت ممكن تختارها، لكن تحتاج فقط أنك تفتح عيونك. البرنامج هذا أيوة، ف
فكرته معتمدة على الخرائط الذهنية، أن كيف أنك أي فكرة عندك تحتاج أنك تسوي لها عصف ذهني، أنك تجسدها في رسم بياني. خلينا نشوف كيف عمل أيوة. دقيقة أنا بس محتاج أني في صوت في السيستم. صوتك كان واضح يا دكتور. واضح. نرجع مرة ثانية. الآن واضح. صوت واضح. طيب سمعوا الصوت الآن. صوت السيستم. الصوت في السيستم واضح. واضح. ممتاز. Introducing AOA, the world's leading innovation tool. Think, plan, create, achieve. When you're faced with a project, AOA's mind map feature allows you to. لاحظ أن هذا العمل سهل جدا. فقط المطلوب منك أنك تضغط يعني فقط create مرة ثانية. تختار الشكل اللي تبيه وأنت تضيف. إذا ضغطت على زائد يفتح لك خانة جديدة. هنا زائد يفتح لك خانة ثانية. فبرنامج جدا سهل، ما يحتاج لا دورة تدريبية ولا أحد يعلمك. لاحظ كلمة أو دقيقة نرجع مرة ثانية. أيوة شفت الزائد هذا، مجرد أنك تضغط عليها يفتح لك خانة جديدة وبس، هذا كل اللي تحتاجه. Of your options and discover your best ideas to take forward. Capture and develop ideas with AOA's super. فكل ما تبني بعدين ممكن أنك خيار أنك تضغط على خيار مربع جنبه عشان تحط صورة مثلا أو أي شيء، فيكون عندك المخرج النهائي جدا رائع جدا مبهر. Quick branch creation. When an idea strikes, instantly catch your thoughts with Idea Bank, dragging them into your mind map later. Auto hide allows you to focus your attention on specific areas. Hide the clutter and concentrate on what's most important. Group related branches together using. لاحظ عمل جدا سهل. جدا 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 سهل. In categories to organize your ideas at a glance. By adding actionable tasks to specific branches, you can turn your ideas. هذا بالنسبة للبرنامج الأيوة. دكتور عبد الرحمن، أيوة يستخدم فيه أكثر يعني في إخراج يعني بيانات معينة يعني إيه للمين يعني؟ هو فقط توليد أفكار. حتى انك يكون عندك تصور عن موضوع معين، فانت مثلا اذا كنت بتخطط مثلا الماده بتدرس ماده معينه تبي تعرف ابعاد الموضوع فايش الاحتياجات، او حتى احيانا مو بس كذا يعني هو تطبيقاته جدا واسعه. يعني واحد من الزملاء او واحد من الطلاب كنت امزح معهم يعني اقول لهم انه اذا جيت تبي تخطط لزواجك حاول تستخدم البرنامج هذا، فتحط مثلا هنا شهر العسل، ايش التكلفه، ايش مثلا يعني ايش الاشياء اللي تحتاج انك تعملها، بعدين تعطيها زوجتك وتقول لها هذا خطتي حق زواجنا. فقلت له طلاب هل تتوقع ان زوجك زوجة المستقبل حتنبسط عليك ولا بتقول هذا يعني معقد؟ نفس الشيء طلبت من الطالبات اللي درسهم، قلت لهم لو زوجك عمل لك الشغله هذه هل تحسين انه تنبسطين عليه ولا تحسين انه يعني مثل ما يقولوا بالانجليزي creepy. فعلم انا ماني بجاوبكم ماني بخبركم ايش قالوا طلابي، لكن فكروا في الموضوع هذا. لكن تطبيقات مثل برامج هذه راجع لك انت، اذا كنت معلم حاول انك تفكر كيف انك توظفها في عملك كمعلم، اذا كنت عضو هيئه تدريس توظفها في الشيء اللي تشوفه مناسب، موظف في شركه ممكن انك توظفها بالشكل اللي يناسبك. فهو فقط عصف ذهني لتوليد افكار لتشعبات معينه حتى تفهم ابعاد الموضوع. هذا بالنسبه للبرنامج. في سؤال دكتور ولا؟ شكرا. تفضل واصل. طيب الآن حنا على الوقت، ممتاز ننتقل لبرنامج ثاني فري كام. كثير من الأحيان تبي تشرح الواحد شيء معين على الكمبيوتر، وبعضهم يستخدم إنه مثلاً يصور شاشة فيديو، وهذا حركة يعني مرة بدائية، لكن أنت تتكلم عن واحد أنت مميز. فالفكرة سهلة جداً، أنك اللي تحتاجه كله أنك تروح برنامج اسمه فري كام، تنزله مجاني وسهل جدا. فري كام هذا البرنامج يقول له نيو ريكوردينج وبس، هذا اللي تحتاجه كله. انت بس هنا تبي تتحكم بالشاشه، تبي تسجل كل الشاشه، تبي جزء من الشاشه، ثم بعد كذا تقول له تضغط على زر معروفه، زر احمر دائري اكيد انه في تسجيل.
تضغط عليه بيبدأ يسجل الآن، يقول لك 3 2 1 بدأ التسجيل. الآن كل شيء تتكلم فيه صوت أو تعمل على الشاشة مسجل. ثم بعد ما تخلص من مثلا تقول له روح كذا حتى تعرض هذه، تحتاج أنك تروح هنا ثم تضغط على كذا ثم تضغط على كذا، وهذا الآن عملت كذا. بعدين بعد ما تخلص تضغط على اسكيب في لوحة المفاتيح اسكيب، فهو الآن لاحظ أنه سجل لك كل شيء. لاحظ هنا لو شغلنا بدأ التسجيل. الآن كل شيء تتكلم فيه صوت أو لاحظ أنها مسجلة، الآن تعمل على الشاشة ولا تتكلم مسجل ونظام. ثم بعد ما تخلص من مثلا تقول له أروح كذا. فهذا برنامج جميل جدا إذا كنت بتشرح لطلابك، خاصة الآن مع التعليم عن بعد وكورونا، فبرنامج جدا مفيد وسهل. هذا كل اللي تعمله. بعدين تبي تحمله مباشرة ليوتيوب، تبي تحفظه عندك ترسلهم على الواتساب، أنت حر. هذا بالنسبة للبرنامج الثاني. ممتاز، الآن وقت الانتقال لبرنامج آخر. البرنامج الآخر دودلي. دودلي هذا يعني باختصار أنك إذا كنت بتعرض مادة معينة بشكل تصويري، دائماً تشوفون المقاطع هذه عن طريق الإنترنت. هذا البرنامج سهل جداً، ممكن هذا إشكالية الوحيدة أنه بفلوس، لكن يسوى، لأنه فعلاً تحول في آلية كيف تشرح مادة معينة، خاصة الآن نرجع مرة ثانية مع التدريس الإلكتروني والتدريس عن بعد والتفاعل مع الطلاب. ممكن تعمل لهم تصور أو أي شيء إذا كنت تستخدمه في شركة أو في أي مجال. وخلينا نشوف كيف عمل برنامج دودلي. I'm Brad Cal- exporting and it has this convenient little button here. Hey, I'm Brad Callen, and in this video, I'm going to share with you how you can create your very own doodle video in the next 60 seconds. Doodle videos, just like the one you're watching. فهو الآن هذا اللي قاعد يسويه، هو اللي يسويه البرنامج ويعمله البرنامج. Right now, it's called Doodly, and it's our push-button doodle software that allows anyone, regardless of tech skills, to create highly engaging, professional doodle videos in a matter of minutes. In whiteboard, blackboard, greenboard. فأنت تتحكم تبيها شاشة خضراء أو سبورة خضراء بيضاء سوداء. And even glassboard. Now, chances are you're here because you wanted to find a way to create doodle videos without spending $200 to $500 per minute of video. And let's face it, no video is just a minute long. The one you're watching right now is a hair over 5 minutes long. So it would cost you anywhere from $1,000 blackboard, greenboard, or even glassboard videos, giving you lots of control over the style of video that you can create. In this example, we'll create a nice looking whiteboard video. As soon as you start, you're going to notice that you can customize your own doodle video. لاحظ هو اعطاك خيارات، الان بس تسحبها وتنزلها وممكن انك تتحكم فيها باي شكل من الاشكال. With our done for you scenes, our hundreds of ممكن انك تضيف اشخاص معينين, characters, our collection of props and images, فممكن صور كمان, our royalty free music, and even text. And yes, you can upload your own images, props, fonts, and music. Now, to create your own doodle video, it's really simple. First, we pick an image, then we grab a prop, we put it together, resize it, layer it, and voila, we have Steve reading his book on his chair. Oh, no. بالبساطة هذه كلها. هذا بالنسبة لهذا البرنامج. ننتقل للبرنامج اللي بعده. خلاص هذا آخر برنامج. حنا بس الآن فترة أسئلة. نرجع مرة ثانية صفحة رئيسية ونرجع لمدير الندوة الدكتور حجازي. بس قبل أنقل الميكروفون للدكتور حجازي، أنا فعلا مدين بالشكر. هو يعني من التوجهات الحديثة في التدريب أنك الشكر تخليه في النهاية، بدل ما تخليها الناس تمل من البداية تتكلم في شكر وكذا، خليها في النهاية. فهذا سبب أني أخذت النهاية. فأشكر الدكتور عبد السلام الله يسعده على ترتيب والمبادرة هذه، فهو أول من تواصل معي ودعاني وتشرفت من قبلته. الدكتور عبد السلام ما شاء الله قمة وقامة ما شاء الله العلمية وإدارية، والشكر موصول للأستاذ بندر الحربي والأستاذ إبراهيم القيسي. الأستاذ بندر هو اللي عرفني على الدكتور عبد السلام، فله كل الاحترام. كمان الشكر موصول لمكتب التربية
على رأسهم المعالي على كريم الدعوة. وشكر كمان موصول لحبيبنا مدير الندوة الدكتور حجاز إبراهيم على وقته وكريم تواضعنا يدير الندوة. فأنا أخجل بصراحة أني حتى أتكلم أمامه. لكم كل احترام والميكروفون لك دكتور حجازي. شكرا يا دكتور. شكرا. أبدعت فيه يعني بعض الأسئلة قليلة في الحقيقة، يمكن إما حاجتين، إما يعني ممكن معظم المعلمين ما كانوش يعني ليس لدينا يمكن معظمنا يعني الخبرة الفنية كما التي ذكرتها في هذه التطبيقات. في سؤال يمكن وحيد اللي جانا، هل هذه التطبيقات مناسبة لتدريس الطلاب في جميع المراحل؟ والسؤال بيكمل بيقول خصوصا في مادة اللغة الإنجليزية لطلاب المرحلة الابتدائية، يعني هل هذه التطبيقات التي ذكرت هي مناسبة للتدريس في جميع المراحل؟ تفضل دكتور. يعطيك العافية وشكرا لك على السؤال. السؤال جدا قيم. هو بشكل عام ميزة تطبيقات الجوال هو يختلف على حسب المستخدم نفسه، فأنت ممكنك تبسط استخدامها بشكل يناسب أي فئة، أو أنك تعقدها وتخليها الفئة متقدمة جدا. فهذا بالنسبة للجواب على السؤال هذا. هو بشكل عام الآن بشكل عام التقنية سواء كنت كمستخدم أو كمتلقي تم تسهيلها بشكل كبير، يعني في تخصص كامل داخل تقنية المعلومات وتقنيات التعليم، تخصص كامل اسمه كيف أن تصمم التقنية وفقا لسلوكيات الأفراد. فمثلا ليه الآن الأطفال الصغار اللي عمرهم سنة ونص ولا سنتين ممكن يستخدمون الكمبيوتر أو التابلت أو الجوال بسهولة؟ ليه؟ لأن في عينة ضخمة جدا من الأطفال طبق عليهم البحث هذا وطور البرنامج بشكل يعرفون كيف أن الطفل ممكن يتعاطى مع الآلة هذه. فهذا سبب أنه في قبول عند الأطفال. سبب القبول للتقنيات هذه عند الأطفال مثلا التابلت، سببها أن في أبحاث كثيرة طبقت على الأطفال وكيف أنهم يتعاملون مع الأشياء، وهذا سبب أن الطفل بسهولة بشكل لاواعي يعرف أنك لما تلمس الشاشة بشكل هذا يتتفاعل معك الشاشة. فهذا سببها. فهو يرجع للمستخدم كيف أنك تكيفها بشكل سهل جدا أنك توصلها لأي فئة، كان سواء أطفال روضة ابتدائي جامعيين. صحيح. دكتور في سؤال تاني طبعا وبديهي يعني ممكن الإجابة بتاعته، لكن أنا حسأله، أقول هل يعني يحتاج هذا أن يكون أونلاين، يعني لازم ما ينفعش يكون أوفلاين؟ هل ممكن يعني يتطوع ليكون أوفلاين يعني لما عندوش إنترنت هل ممكن يستخدم هذه التطبيقات؟ هو نعم، بعضها تكون تقدر تحملها أوفلاين مجاني وبعضها ممكن تدفع لها، بعضها تدفع لها فلوس، فهو على حسب. لكن كلهم عدا دودلي مجانا الاستخدام والاستفادة منهم في حدود معينة، لكن الحدود هذه بحد ذاتها مبهرة. ممكن سؤال من عندي أنا، يعني الدخول على هذه التطبيقات بيتم عن طريق جوجل بسهولة يعني ولا؟ لا، هو أي حد يعني أي، مجرد فقط أنه مثلا جوجل، او انه اذا كنت تعرف رابط الموقع تدخل الرابط مباشره، او اذا كنت مثلا حصلت على البي دي اف حق الورشه، لان الورشه انا عملت كتيب فيها كل شيء عن الورشه، فممكن انك تضغط، والاخوان بيضعونها على الانترنت، فتضغط عليها، تضغط على الصوره وتفتح معك. فانا مسهل على الحضور انهم يوصلوا للبرامج هذه. شكرا يا دكتور. شكرا لك. شكرا. طبعا انا حاطي الفلور ل ختام للدكتور عبد السلام، وفعلا احنا محتاجين، انا نفسي محتاج اني يعني تكون لدي هذه المهارات اللي هي فعلا كما قلت لكي تكون مدربا منافس فعلا التنافسيه والتميز، لابد ان تكون لديك هذه المهارات. دكتور عبد السلام تفضل. كلمه واحده اختم فيها. تفضل دكتور. هي الآن من المهارات، نرجع مرة ثانية للقرن الحادي والعشرين،
اللي هي مهارة شيء يسمونها الافشنسي. الافشنسي ترجمتها كيف أنك تنجز عمل بأقل تكلفة بأسرع وقت وبأقصر طريق وبأقل جهد. سوري، هذا المحاور الثلاثة فعلا الآن مع التسارع الآن صار الإنسان كل لحظة من لحظاته قيمة ماليا أقصد. صحيح. فالعالم مليان فرص، فعلا مليان فرص. فلذلك الآن خاصة نرجع مرة ثانية، إذا كان المجتمع، إذا كان الإنسان واعي أن الحياة تنافسية تجيه فرص كثيرة. إشكالية النجاح لما الواحد يصير ناجح تجيه فرص، الفرص هذه تجيب له فرص ثانية، فرص ثالثة، فرص رابعة. فالنجاح يقود النجاح، يقود النجاح. لما يبدأ الإنسان يفشل الفرص هذه تبدأ تبعد عنه. فلذلك يصير عندنا فجوة، ناس بدون فرص وناس مليانين فرص. الناس المليانين فرص إذا كنت بتنتمي للفئة النخبوية هذه تحتاج أنك فعلا تقدر وقتك. الآن للأسف يعني أنا يوم كنت أدرس دكتوراه قدمت ورشة تدريبية عن كيف تستخدم الكمبيوتر للحفاظ على وقتك كطالب دكتوراه. فقالت لي أحد الأخوات والزميلات في من فرنسا، قالت والله يا عبد الرحمن، كانت هي في السنة الأخيرة، يقول لو أعرف لو حضرت الدورة هذه في بداية الدكتوراه كان وفرت 3 شهور. قلت لها أنا بشرك بعد عندي برامج ثانية لو أعلمك عليها بتحسين أنك وفرت نص فترة الدكتوراه أصلاً. ليه؟ لأنه فعلاً أنا التقنية قاعد تعطيك خيارات أنك تحافظ على وقتك. الدرجة أن الآن الناس اللي داخلين في الفكرة هذه أن كيف أنها تكون efficient الآن هم وصلوا إلى مرحلة خرافية كيف أنهم يحافظون على وقتهم بشكل مبهر. لا يستطيع الإنسان أن يتصور كيف أن الناس efficient كيف أنهم فعلاً يحاولون أي عمل يعملونه يختصرون الوقت والجهد والمال المصروف عليه. فهذه هي نقطة لابد نحن نفكر فيها، وكيف نبحث عن تقنيات تساعدنا نحن نكون efficient. صدقت أنت قلت كلمة من أول يعني المحاضرة، نحن نحتاج إلى نفتح عينينا، يعني لازم الإنسان نفتح عينينا ونشوف إيه الموجود ونستغله. نحن طبعا عندما نقول إحنا نتحول الآن من الطريقة التقليدية للمدرسة إلى التعلم عن بعد والحاجة إلى الابتكار والإبداعية، يعني هذه المهارات لو إذا كانت بيد المعلم بالتأكيد حيكون التدريس مختلف، بالتأكيد حيكون الجاذبية للطلاب حيكون أكثر. يعني فيعني أشكرك دكتور عبد الرحمن، وأنا بقدم يعني الفلور لدكتور عبد السلام. شكرا دكتور حجازي، تشرفنا بوجودك اليوم، بوجودك كشخص ووجودك أيضا كيونسكو بيروت، وتشرفنا بوجود الدكتور عبد الرحمن الذي فعلا يعني فتح عيوننا على قضايا وعلى برامج بالإمكان أن تعمل على يعني تيسر لنا أعمالنا، تيسر لنا أيضا تحضيرنا دروسنا، تيسر أيضا كثير من الأعمال. أنا أعتقد بأنه يعني كنتم أكثر من رائعين وتشرفنا بوجودكم. نحن منتظرين أيضا التقدير الراجعة من زملائنا وزميلاتنا من كل أقطار الوطن العربي الذين شاركونا اليوم. سوف تكون هذه الجلسة وكل الجلسات هي مسجلة وسوف تعرض على موقع المكتب وعلى اليوتيوب اللي هو قناة المكتب في اليوتيوب، وسوف ترسل أيضا يعني في قنوات التواصل الاجتماعي للمكتب سواء في التويتر أو في الفيسبوك. ويعني العرض كامل موجود، وأيضا أرسل لجميع الزملاء والزميلات المشاركين اليوم، أرسلت إلى إيميلاتهم. نحن بانتظار أيضا يعني ندوات قادمة. هذه بدايات المكتب التربية العربي لدول الخليج، شراكاتها الواسعة سواء مع اليونسكو أو مع الزملاء والزميلات من منتسبي الجامعات ومن علماء التربية في كل أقطار الوطن العربي وفي دول الخليج العربي بشكل خصوص يتشرف بها. نحن موجودين هنا لنقدم خدمة، موجودين هنا لنساعد، موجودين هنا أيضا لنحاول قدر الإمكان أن نحسن من أدائنا بشكل مشترك. أنا أعتقد أن ندوة اليوم قد أضافتنا الكثير. شكرا لكم، شكرا لجميع الزملاء والزميلات، شكرا للفريق الفني في مكتب التربية العربي لدول الخليج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.